من الطبيعي أن يتسابق المسؤولون والمترشحون للانتخابات نحو المواطن أينما كان لكسب صوته يوم الاقتراع. وهنا ببلدية الدشمية كثيراً ما خطب المترشحون ود مواطني قرية الواد ببن صحابة، لكن دون أن يظهر لهم أثر مباشرة مع ظهور نتائج فرز الأصوات. احنا مش مستقلين، احنا مهيونين من الطريق، من الماء، من الغاز. انا راه عندي مريض حتى نرفدو نعش باه يهودوهم على الجيران تحت 5 كيلومتر باه نلحقو الطريق. لا من غاز، لا من طريق، لا من حشاك من لافوس، لا من حتى شي. مقصيين البلد يروحوا يشتكوا، قلنا ما عندي ما ندير لكم. المير قلنا ما عندي ما ندير لكم، اشكينا للوالي، رحنا للوالي، جا الشهداء هنا، رحنا ليه اشكينا له، قال لنا في العام هذا ان شاء الله نعطيكم الغاز، بصح اليوم ما ظهر والو. لا الماء ولا الغاز وصلا القرية. ما رانا مقطوعين منه، هاني نجيب حشاك مقاع الحمير هذا ونروح حتى البقعود للماء باه نجيب لداري. شرار كاين من ما نلحقوش، كاين من تلقى هذيك العين ناقصة شوية، الحيوان يشرب منها. أما الطريق فلها حكاية أخرى. مريض كي مرض لنا والله غير نخرجوه عدوا بالطريق. وين الأخيرة خدموا واحد كيلومتر تاع طريق، كتبنا بلي ودي الطريق هذه راه مخشوشه. لحد الان اللي كتبنا للشيف دايره ورئيس البلديه والمدير الاشغال العمومين لحد الان ما رجعوناش حتى. ما تزال المنطقه على طبيعتها، لم تمسها يد المسؤول ولم يتذكرها المنتخبون ولو في ابسط الاشياء. عندنا اولادنا هنايا صغار قاعدين في العام يقراوا 4 شهور، كي يلحقهم الشتاء ما يقراوش، يدسوا المحفظه تاعهم يدسوهم ما يستعملوهمش، خاطر ما كانش باه يروح من هنايا 4 كيلومتر طول في عمره 7 سنين ولا 8 سنين. هو مشهد لقرية الواد ببن صحابة يوم الاستقلال، وهي صورة المنطقة في 2017. فهل سيتحرك المسؤولون الجدد ونحن على أعتاب المحليات لتدوير عجلة الحياة بالمنطقة؟ هذا تديه انت من ابن صحابة يقلع هذا.